اوعى فرحتك بالصعودي ينسيك انك تشكر منتخب موزمبيق والشعب الموزمبيقي وكل من هو موزمبيقي كبيرا او صغير. واي موزمبيقي قاعد في مصر عايز يجي يبات النهارده ببيت يجي يبات. انت على السرير وانا على الارض، انت تاكل اللي في التلاجة وانا اكل في نفسي. الموزمبيق هي اللي منحتنا بطاقة الصعود، الموزمبيق اللي اتعادلت مع غانا 2-2 وخرجوا هما الاتنين وقالت لا، 100 مليون مصري ما يناموش متنكدين. وبرضه النقطة، وبرضه النقطة يا عزيزي ملازمانا ملازمان، في الثلاث مباريات ثلاث نقط، في الثلاث مباريات كل مباراة هدفين، جبنا 6 أهداف ودخل في مرمانا 6 أهداف، الأدرينالين عمال يرتفع طول المباراة، دراما أقسم بالله العظيم، الواحد لو بيتفرج على مسلسل كئيب مش هيقعد يبكي كده، الواحد كان قاعد متوتر والله العظيم وحرقته دمنا، نجيب 2-1 وخلاص. في ال6 دقايق وقت بدل ضايع وتلاقيهم بعد دقيقة سيبونا فرصة نفرح يا بتوع الراس الأخضر ياللي بتلعبوا ب7 احتياطي عيب علينا أقسم بالله العظيم. بس مش وقت، النهاردة يوم الفرح، لازم كلنا نفرح ولازم كلنا ننبسط ولازم كلنا نبارك لبعض. أنا شفت في المدرجات ألاقي علم مغرب وعلم تونس وعلم جزائر وعلم مصر والناس كلها فرحانة وعقبال جميع المنتخبات العربية، ولكن اللي حصل النهاردة كان لازم يحصل، كان لازم يحصل يا عم فيتوريا أين كنت عندما وزع الله عقولا. وفيها ايه لو تبدأ بتريزيجيه في اول الماتش وتلعبه في نص الملعب عادي مفيش مشكلة، عملتها في ماتش غانا في الشوط الثاني، عملتها في المباراة الودية بتاعة بلجيكا وكل مرة كانت بتنجح مفيش مشكلة. مرموش يلعب ناحية الشمال زي ما هو وتريزيجيه يقوم بصانع اللعب، واخد بالك؟ وتلاقي تريزيجيه النهاردة اول ما نزل الواد بسم الله ما شاء الله فاهم كل حاجة، فاهم كل حاجة. وشفت حتى بعد المباراة قال كلمتين حلوين، قال انا وعدت ابويا وعدت عيلتي وعدت كل الناس ان هنرجع بالكاس ايا كان المنافس، ايا كان المنافس، كونغو ديمقراطية، زامبيا مفيش مشكلة، هي مباراة واحدة لا تقبل القسمة على 2. ولكن اللي يحيرك واللي يخليك متجنن النهاردة خط الدفاع بتاعنا، انا مش فاهم انتوا شاربين ايه، انتوا ما بتصلوش يا جماعة، يعني ما بتروحوش تصلوا العشاء يا جماعة كده وتطلعوا حاجة لله وتذبحوا خروف يوم الجمعة في كوت ديفوار وتوزعوه على الغلابة بتوع كوت ديفوار وتقولوا لهم ادعوا لمصر، انتوا ما بتعملوش اي خير ابدا. النهاردة في الشوط الاولاني وانت بتتفرج الفرص الاخطر كانت لمصر والاستحواذ لمصر والتسديدات على المرمى كانت لمصر، ومصر كانت مسيطرة على الاطراف اذا كان زيزو ولا عمر مرموش وعندك كمان امام عاشور والواد اللي اسمه حمدي فتحي كانوا واقفين كويس جدا في خط النص وكان شكلنا حلو جدا والله العظيم. ولكن تبص تلاقي في هجمة وحيدة بيهجمها الواد اللي اسمه تروسار ولا ترافيز ولا والله العظيم نسيت اسم اهله، يعني بيجيب جون، بيجيب جون وسط تفرج حجازي وسط تفرج الشناوي وسط تفرج 4 من المدافعين. الشوط الاولاني بيخلص 1-0، الحاجه الايجابيه ان احنا لعبنا شوط اول يعني مقنع نوعا ما وشوط تاني ممتع ولا احسن ولا اجمل، ولكن عندنا مشكله في الدفاع بتاعنا. محمد عبد المنعم النسخه بتاعه البطوله دي عليه علامه استفهام انا مش فاهمها اقسم بالله العظيم، ما اعرفش. النهارده خط النص كان متماسك، تلاقي مروان عطيه تلاقي حمدي فتحي في الشوط الاول فقط، حمدي فتحي استخلص بعض الكرات ولكن تحسه ان تايه وحلوه التغييره بتاعه تريزيجيه بحمدي فتحي. وما تنساش فرحتك يا عزيزي تنسيك انك تعمل لنا لايك من هنا ضروري، عايزين احتفال نار، وتعمل لنا لايك من هنا وتشترك لنا في القناه وان شاء الله هنغطي بقى المنتخبات ورانا جاع متاهلين، رانا جاع متاهلين باذن الله، ورانا جايين، رانا جايين يا بتوع افريقيا. حسابات مش حسابات مفيش مشكلة، الحمد لله ان ربنا كرمنا. النهاردة الحاجة اللي تحزنك ان مصطفى محمد برغم انه احرز هدف التقدم ولكن مصطفى محمد تحس انه كان مهزوز، تحس ان مصطفى محمد مش هو مصطفى محمد بتاعة المباراتين الاولى. والحمد لله ان فيتوريا ما طلعوش، الحمد لله انا كنت خايف التغييرة بتاعة كهربا ينزل مصطفى محمد، ولكن كهربا تقريبا نزل ناحية احمد سيد زيزو، خرج احمد سيد زيزو. وشكل المنتخب بدون محمد صلاح، مع احترامي للكابتن محمد صلاح، احنا يا ابني ولا بنكرهك ولا حاجه ولا عايزين منك حاجه، عايز تقعد معانا اقعد، عايز تتوكل على الله اتوكل على ليفربول مفيش مشكله، المنتخب محدش يقلق عليه، شفنا روح جماعيه، ولكن ينقصنا الدفاع،
ينقصنا الدفاع واستخلاص الكره. كان في بطء نوعا ما في نص الملعب في الشوط الاولاني بالخروج من الهجمه، ولكن كان في سعي من عمر مرموش. عمر مرموش تحس ان هو لاعب كره شراب، لا بيلتزم بتكتيكات ولا اي حاجه، والواد هنا ما عندوش قلب، الواد هنا ما عندوش قلب قسما بالله. لو في 11 من بتوع الراس الاخضر ولا كاب فيردي اقسم بالله العظيم يقول لهم احنا نمتلك راس البر، لو انتوا راس الاخضر فاحنا راس البر. تلاقي النهارده عمر مرموش يلم اول ويلم تاني وبيشوط تسديده في الشوط الاول، والفولو بتاع مصطفى محمد لو كان حطها يمين ولا شمال حارس المرمى بتاع كاب فيردي كان مهزوز نوعا ما، ولكن شال صاروخيه اللي شاطها تقريبا امام عاشور، تقريبا امام عاشور هو اللي شاط الصاروخيه بتاعه الشوط الثاني. وكان نفسنا ان احنا المباراه تخلص 2-1 مفيش مشكله ونطلع احنا اصحاب الخمس نقاط. انا عارف ان الصعود بيننا وبين بعض خليها بيناتنا يا عزيزي صعود مغزي حبتين، مش دوت المنتخب المصري صاحب السبع القاب، مش ده المنتخب المصري اللي يتعادل مع موزمبيق، بس موزمبيق بتصالحك، موزمبيق النهارده بتصالحك اقسم بالله العظيم. انا اول ما المباراه خلصت تعادل انا ما كنتش عارف المباراه الثانيه، ده غانا كانت متقدمه 2-0 من ركلتين جزاء، وبعد كده المباراه كلها كانت ضربات جزاء تقريبا، وبعد كده موزمبيق بتجيب جون من ركله جزاء، وبعد كده موزمبيق بتجيب الهدف الثاني التعادل. انا اقسم بالله العظيم ما كنتش عارف. طلعنا الاله الحاسبه وقعدنا نحسب وقلنا الامل في المجموعه بتاعه تونس ان تونس تكسب جنوب افريقيا ومالي تكسب ناميبيا ان شاء الله، وتونس تكسب جنوب افريقيا كمان 2-0 علشان مصر تصعد من ضمن افضل اربع توالد، وكوتيفوار باي باي صاحبه البطوله. اي نعم مش هيبقى فيه حضور جماهيري كتير ولا اي حاجه، ولكن مش مهم، المهم ان المنتخب المصري صعد لدور ال 16، المهم ان الروح بتاعه زمان رجعت، الروح بتاعه 2006 و2010 و2008، وتحس ان اللعيبه على قدر المسؤوليه اقسم بالله العظيم. فيها ايه يا فيتوريا لو كنت بدات كده من اول البطوله؟ فيها ايه لو كنت ريحت الكابتن محمد النني وابتديت بالواد مروان عطيه؟ شفت النهارده مروان عطيه بيعمل ايه؟ شفت اللاعب رقم 6 الارتكاز كما يجب؟ شفت الاستخلاص؟ شفت النهارده امام عاشور بقلب قوي ارتداد دفاعي لاجمل والاروع وياخد الكوره ويساعد في الهجمات؟ انا عندي مشكله واحده بس في الدفاع بتاعنا والله العظيم، محمد عبد المنعم تحس ان هو مش في مستواه، حجازي يسال عن الهدف الاولاني ولكن بيصنع الهدف الاولاني لينا لتريزيجيه 1 2 مع تريزيجيه، وتريزيجيه بيصنع الهدف. تريزيجيه النهارده سجل، تريزيجيه النهارده بيصنع، تريزيجيه النهارده جوهره. كل الشعب المصري لو سالته يا فيتوريا المباراه القادمه لو قعدت تريزيجيه الماتش القادم احتياطي هنسافر كوتيفوار ونخطفك اقسم بالله. ما انت ما تزهقناش، ما تزهقناش وما اضطهقناش في عيشتنا، تريزيجيه ده ما يقعدش. اسال اي حد مصري ولا غير مصري قول له هل يجوز ان تريزيجيه يقعد؟ هتقول لي طب عمر مرموش، هقول لك وعمر مرموش ما يقعدش. العب بتريزيجيه في خط النص، العب بتريزيجيه في خط النص يقدر يقود الهجمه، بيتطرف ناحيه الشمال بتلاقي عمر مرموش بيخش في العمق مهاجم تاني مع مصطفى محمد، تلاقي تريزيجيه يدخل في العمق تلاقي عمر مرموش بيتطرف ناحيه الشمال. برضو كان عندنا مشكله في الباك الشمال احمد فتوح، واضح ان احمد فتوح يا جماعه ما كانش جاهز، واضح ان احمد فتوح كان مصاب حبتين. محمد هاني امتى هترفع عرضيه كويس؟ انا لما شفت التشكيله عمر مرموش واحمد زيزو ومصطفى محمد وانا قاري الفريق بتاع كاب فيردي واتفرجت على مبارياته ونقطه ضعف العرضيات انا قلت ان مصطفى محمد هيسجل هدف او هدفين براسه، هدف، واعذروني على صوتي، صوتي اتنبح انتبح في الفيديو الاولاني والله العظيم بتاع رده الفعل، والله العظيم الواحد ضغطه عليه، الواحد قاعد يدمع، الواحد قاعد يترعش، الواحد عاش في دراما انا ما عشتهاش ولا كده، ولكن انا لما توقعت ان الاجنحه بتوعنا زيزو وعمر مرموش قلت ان مصطفى محمد لازم هيجيب هدف براسه، العيال دي ما بتعرفش تتعامل مع العرضيات، ولكن الاقي ان اتطرف محمد هاني ولا احمد فتوح، الاقي ان احمد فتوح بيحاول يتقدم على استحياء، الاقي ان محمد هاني كل الكوره ما بتيجي في رجله بينشل على الراس بتاعه الراس الاخضر، اللاعب بتاع الراس الاخضر اقسم مع ان راسه مش خضره، راسه لا خضره ولا نيل، ولكن تلاقي محمد هاني دايما عمال ينشل على الراس. الحمد لله ان المنتخب المصري صعد، انا ما اتوقعش ان المنتخب المصري يصعد بثلاث نقاط بثلاث تعادلات بست اهداف وعليه ست اهداف، هو يعني تحس ان هو صعود مغزي حبتين، ولكن في الاول وفي الاخر التاريخ هيكتب ان منتخب مصر صعد في البطوله المنحوسه بنت المنحوسه دي، صعد لدور ال 16، جاهزين لمقابله اي حد، الروح والجرينتا والحماس تعلى شويه يا فيتوريا، حفزهم، شغل لهم شيرين ما شربتش من نيلها، شغل لهم اغنيه فدائي فدائي اموت اعيش ما يهمنيش، موتوا واقفين يا رجاله كلنا وراكم، ال 100 مليون مصري بيشجعوكم، ولا بقاء لاي حد،
وانت يا عم نني تقعد بره بعد كده تشجعني، وانا عارف ان انت قريب من ربنا وكلنا بنحبك ومفيش مشكله، تقرا القران بتاعك زي ما بتنزله على صفحتك على الفيسبوك، تدعي في صلاتك ان شاء الله ان المنتخب المصري يروح مجبور الخاطر. كده السقف الامنيات عمال يرتفع يا عزيزي. احنا دلوقتي بنفكر في المباراة القادمة، وعندك فرصة ان انت هتبقى من اكتر الفرق اللي مريحة في دور الستاشر. عيد اوراقك يا عم فيتوريا، اقفل موبايلك، ركز مع اللعيبة بتاعتنا، وان شاء الله ان شاء الله انا واثق ان احنا هنرجع مجبورين الخاطر. ومبروك علينا وهذه البداية، ومازال انا عارف ان هي مش بتاعتنا ولكن سرقناها.